السلام عليكم، انا سالي من قناه سالي بيوتي. كنضم صوتي لجميع الناس ولجميع اليوتيوبر وكنقول لكم غنبقى في داري من اجل حمايه بلادي وولادي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دعاء من قناة دعاء الخياطة. كنضم صوتي لصوت جميع اليوتيوبر وكنقول لكم أنا غادي نبقى في داري وغنلتزم أنا ووليداتي من أجل حماية بلادي ووليداتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم نوال من قناة نوال أم البنات. بغيت نوصل صوتي لجميع الأمهات والآباء، نديرو يد في اليد ونبقاو في ديورنا باش نحافظو على صحتنا وسلامة وليداتنا وبلادنا من انتشار السلام هذا عليكم، الوباء. معكم كريمة من قناة كاريلوك. كنضم صوتي لصوت الأخوات، نبقاو في ديورنا باش نحميو عائلتنا وولادنا ولمصلحة الجميع. السلام عليكم، معكم طبخ مع نوال. كنضم صوتي لصوت الأخوات باش نجلسو في ديورنا لحماية ولادنا وعائلتنا وبلادنا. السلام عليكم، انا سهام قناة أروى المغربية. حتى انا كنضم صوتي لصوت جميع الناس جالسة في داري مع وليداتي لسلامتي وسلامة الناس اللي كنحبوهم. نديروا اليد في اليد باش نتغلبوا على الوباء. السلام عليكم ورحمة الله، معكم أم إكرام من قناة المطبخ هوايتي. حتى أنا كنضم صوتي لأخواتي اللي غادي يجلسوا في ديورهم لحماية أولادنا وبلادنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أنا أم دعاء الفاسية. حتى أنا كنضم صوتي لجميع الأخوات نجلس في داري باش نحمي وليداتي ونساهم في حماية بلادي. أنا من قناة حرية وبناتها كنضم صوتي لصوت الناس اللي جلسوا في ديورهم يحميو وليداتهم ويحميو بلادهم من هذا الفيروس. السلام عليكم، معكم ام ريحانه من قناه شيوات ام ريحان وحمزه. كنضم صوتي الاخوات اللي غادي يجلسوا في ديورهم نكونوا يد وحده لحمايه ولادنا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، معكم فايزه من قناه شيوات شرقيه. فانا كنضم صوتي مع جميع الناس اللي غادي يجلسوا في ديورهم من اجل حمايتنا وحمايه وليداتنا وبلادنا. السلام عليكم ورحمه الله، انا ريتاج من قناه ريتاج بيوتي. كنضم صوتي مع صوت الاخوات من اجل سلامه عائلتي وسلامه وطننا. اللهم ابعد عنا الوباء واحفظنا يا رب. السلام عليكم، انا من قناه مع ملاك. انا كنضم صوتي للناس اللي غادي يقعدوا في ديورهم من اجل حمايتنا وحمايه وليداتنا وحمايه جميع المسلمين، حمايه الناس وحمايه بلادنا السلام كامله. السلام عليكم، معكم كوثر من قناه يوميه ام اسراء. حتى انا كنضم صوتي للاخوات اللي غيجلسوا في الدار. حتى انا جالسه في الدار مع وليداتي، كنتمنى من كل شيء يعني تا هو يجلس في الدار لحمايه اولادنا وبلادنا، ويا ربي تحضر السلامه وتشافي جميع الام المسلمه يا ربي. السلام عليكم، معكم زينب من قناه زنوبه شانيل. حتى انا كنضم صوتي لصوت الاخوات وكنقول لكم نبقاو في دارنا باش نحافظوا على اولادنا وعلى بلادنا. السلام عليكم، انا كريمه من قناه كليك بلوك. كنضم صوتي لجميع اليوتيوبرز المغربيات، بقى في دارك نقد حياتك، عافاكم، ما تغمروش في ارواحكم، بقاو في ديوركم باش تحمي ولادكم وبلادكم. السلام عليكم، معكم سميره من قناه سميره ديليز. كنضم صوتي لصوت الاخوات اللي غادي يجلسوا في ديورهم لحمايه ولادنا وبلادنا. السلام عليكم، انا فاطمة الزهراء، قناتي زوغ المرأة المغربية. كنضم الصوت ديالي الاخوات اللي غادي يجلسوا في ديورهم لحماية بلادنا عائلتنا وحتى وليداتنا. السلام عليكم، معكم فاطمة الزهراء من قناة فاتي نورد. انا كنضم صوتي صوت الاخوات كنا نجلسوا في ديورنا من اجل حماية ولادنا وحماية بلادنا. السلام عليكم البنات، معكم اكرام من قناة اكرام شانيل. كنضم صوتي مع الاخوات مع نجلسوا في الدار من اجل صحة ولادنا وبلادنا.